طيب إذا كيف التصرف السليم هنا؟ إيش هي العناية اللي ممكن أسويها بأشياء بدائية؟ هل مثلا بنسمع عن كمادات الحليب؟ صح. هل هذا صحيح؟ ما راح تهيج زيادة أو لا، هي تبرد. تكون باردة. يعني هو الفكرة بتاعتهم بيعملوا إيه؟ يعني دي حاجات اللي هو بيقولك الجلدية في المطبخ. الحليب بيتحط في قماشة أو فوطة وبيتحط في الفريزر يبقى بارد وبيعمل كولينج سريع. هذا في حالة اللي خلاص إحنا تعرضنا وحسينا بقى بالحكة والإحمرار وخايف إن أنا أتحرق أو الموضوع يزيد، فهي إما كمادات باردة. بنحط كريمات المرطبة اللي فيها نسبة كبيرة من الألوفيرا، ولو عندك الألوفيرا اقطعيها واعملي مساج بيها الجل بتاعها على إيدك. ممتاز. بناخد حبوب الحساسية، بتاخدي فيتامين سي لان تسمم الشمس سببه انه مضادات الاكسده عوامل الاكسده زادت قوي. فاخد فيتامين سي عشان يقلل القصه ديت ويحميني من ان يحصل لي تصبغ. ميه بارده على جسمي، وطبعا ابعد عن الشمس واكون في مكان بارد. البس لبس فضفاض قطني ويا ريت يكون ابيض عاكس للشمس. حلو. ممكن اخد باس يكون بارد. واقعد فيه شويه ارتاح. في بقى مشكله تانية انه ده كله على الجلد، في ناس بيحصل لها ديهايدريشن، جفاف طبعا، وبتبدا تحس بدوخه. فعلى طول تعوض دوت بسواق، تشرب ميه. نشرب ميه كثير طبعا، والشمس مفيده يعني فيها فيتامين دي. وزي ما انت بتقولي طب انا بدي استفيد منها. لا، انت استفيدي واستمتعي وخدي فيتامين دي، بس اعرفي الاوقات اللي تنزلي فيها. انت عندك من الصبح الساعه 10 انت حلو. في السيف سايد. ممتاز. من 10 ل 4 لا ابعد.